ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحرص غاية الحرص على هداية عباد الله بنشر العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبين لهم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن ترشد الناس إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه. إذا رأيت الإنسان كادحا إلى الله عز وجل مشتغلا بما يهمه عن ما لا يهمه، ليس له هم إلا ما يقرب إلى الله، فاعلم أن ذلك من حسن إسلامه. وإذا رأيت الإنسان يهتم بأمور لا حاجة إليها وليس معنيا بها، وأن أكثر أوقاته ضائع في القيل والقال وكثرة السؤال، فاعلم أن ذلك من نقص إسلامه. ومن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأن ذلك يضيع الوقت، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض ضاع عليه وقته، صار يجلس إلى هذا يقول: ما الذي حدث؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ ثم إلى الثاني يقول له كذلك، والثالث والرابع، وهكذا يضيع أوقاته وأوقات غيره. لكن إذا كان الإنسان يمشي على ما يهمه ويعنيه، ولا بأس أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى السؤال، يسأل عما حدث وعما يكون في المجتمع من أجل مداواته وإزالة المرض، لا من أجل أن يشمت بالغير أو أن يجعل ذلك مثارا للشقاق والنزاع، كما يوجد من بعض الناس الآن. بعض الناس له نية طيبة لا يتهم، لكن مسكين ابتلي بهذا المرض، وهو أن لا يكون له هم إلا القيل والقال، وماذا قال فلان، وماذا قال فلان، وماذا قالت الطائفة الفلانية، وماذا قالت الطائفة الفلانية، لا لأجل أن يداوي المرض ويزيل الشقاق، ولكن ليشمت أو ليقول كما يقول الصبيان: أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لم نعهد هذا التجمع والتحزب إلا عند الصبيان. لذلك أوصيكم بالتخلي نهائيا عن هذا الأمر، لأنه لا يخدم المصلحة، يضيع الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن إضاعة المال وعن إضاعة الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال.